كل ما اعمل بوست الاقيهم، اعدي بوستين الاقيهم، اعدي ثلاث بوستات الاقيهم. طب ما بديهاش بقى ينورونا بقى ولا ايه؟ ساره طه منورانا، محمد سيد منورنا، انتوا مخطوبين صح؟ انتوا ايه قصتكم بقى عشان انا عايزه افهم ايه القصه؟ قلبيني للسوشيال ميديا ليه؟ احنا متفاجئين. انتوا متفاجئين؟ متفاجئين بعض. طب انا اجيب مين يفهمنا؟ يعني ايه؟ متفاجئين والله. طب انا كمان متفاجئه، عايزه افهم، فهموني. هي القصه جت فجاه اصلا، يعني احنا انا ومحمد الاهل مرتبطين ببعض في المصيف اسبوع كل سنه بس. حلو. بنتقابل في السنه اسبوع بس. إيه بقى لنا 20 سنه تقريبا. في 2019 بقى حصل حصل ايه؟ الجريمه دي. خشي بقى على الجريمه. يلا والله. يلا ما تكسريش. في 10/9/2019 الساعه 9 بالليل. انت مركز هنا؟ انها بتاعت تواريخ. اه ها؟ ايوه. هتحاسبك بعد كده. لا ما تلاقيش انا اللي بفكرها بالتواريخ دي اصلا. طيب 10/9 حصل فيه ايه بقى؟ حصل فيه لقاء. اه لقاء. وحب وقرار خطوبه وجواز. ايه او بس ما لا انا عذبته في الاول شويه كتير ورفضته وبهدلته تقريبا ودمرته نفسيا. عشان انتوا بتقولوا بس ان الرجاله وحشين. بنتنا بتتدلع. ايوه ايوه بنتنا بتتدلع. سبع شهور بتتدلع. ايوه حقها. الله مش بنتنا. الله هو احنا جايبين كام ساره عندنا دلوقتي؟ يا بنتنا بتتدلع. قعدت تدلع عليك سبع شهور. تتدلع ازاي بقى يا محمد؟ دلع ببلوكات. بتدلع بارقام الباك ليست. بتدلع على اتفرجي على رضوى الشربيني كتير. يا نهار اسود. والله انا عاشقك رضوى. حد بداية تتفرجي عليها بعد الجواز؟ احيانا يقول لي مثلا انت مشغوله في ايه؟ اقول له في فيديو رضوى التحفه. انت منور. دي حقيقه فعلا. دي حقيقه فعلا والله. خلصي وبيكلميني. بس عفرت كتير. انت لازم تعرف ان دي هي شخصيتها بتتفرج على رضوى الشربيني، يعني اتنين في واحد، يعني كارثه سود. اتفضل كمل. بس ف لحد ما بقيت بقى اللي هو بالبلدي كده بجيب رجلها. حلو. بدات اجيب رجلها بقى. انت جبت رجلي يا حبيبتي. انت رحتي كده يقعد يقول لك تعالي تروحي كده. يا سلام انا علمتكم. ما انا لقيت فتره كبيره. بس برافو برافو يعني برافو. طيب ليه بقى عاملين ضجه على السوشيال ميديا؟ نتكلم بجد ليه؟ مش احنا اللي عاملينها، الناس عامله. اه بس انا حبيت، انا في طبيعتي انا كلي على بعضي 140 سم 139، فاوريدي بقابل تنمر كتير قوي في الحياه. انا كنت في الاول رافضه محمد اني خوفا عليه، هو لما يتقبلش نظره المجتمع ليه وهو معايا. فخوفا عليه هو مش اكتر، لكن هو يتحب وهو حاجه جميله اصلا. انا مسميها جميل قوي اصلا. شفت بنتنا؟ اوعى تعيط. سبورت ولا ما نولتش؟ سبورت ونول. سبورت ونول. صح؟ صح. قولها من قلبك كده. انا صح والله. عارف صوتك. طيب اتخطبتوا، عملنا خطوبه وحطينا الصور على السوشيال ميديا. صممت احط بوست. حصل ايه؟ انا كتبت جمله، كتبت البوست بصور الفرح بتاعتنا وقلت طويل عليها قصير عليه، كلام بلح. كتبت ايه؟ كلام بلح، يعني قصيره عليه طويل عليها، اللي هو الكلام اللي هيتقال. حل. بالنسبه لي بلح بس. وحطيت الصور بتاعتي. فالناس ابتدت ليه بقى انت واخدها تعمل بيها ايه؟ في طبعا ايجابي كتير قوي، وناس باركت لي إيه، وناس طايره بينا، وناس بقالهم كتير ما كلموهوش قالوا له انت حاجه جميله، وانت عملت كده ازاي وما اعرفش ايه. وفي ناس كتير بصراحه بوستات ما بتضايقنيش، لان انا برمي ورا ظهري، باخد منهم حافز اكتر. بدليل في اخر بوست اتكتب لي من حد بنوته من قصار القامه والاقزام، قالت لي انت اديتيني حافز ان انا اخرج من البيت، اديتيني طاقه. فانا ده اللي انا كنت عايزه اوصل له، ان في ناس كتير قوي. انا ذو ميزه مش ذو همم. حقيقه. انا بعتبر دي حقيقه. فاني انا احبس نفسي في البيت فدي حاجه مش هستفيد بيها، بل بالعكس انا بدمر نفسي. ولما شفنا ردود افعال الناس الايجابيه اكتر من السلبيه، لانه انا شفت ده على فكره، يعني في ناس كتير قوي حابينكم انتوا الاثنين مع بعض، وبالعكس بيقولوا شكلهم خطير ومختلف وشكلهم لذيذ. اتقال لنا ان احنا يعني شبه بعض. في ناس كتير قالت ان احنا شبه بعض. لا
مش انا ما شفتش ده ساره كده وكده يعني. لا انا حاجه، انا اجمل، انا اكبر، انا جميله. هو ابننا حلو اه بس بنتنا احلى، معلش يعني. والناس كانت مبسوطه وفرحانه جدا بيكم. ده انت عندكم ايه؟ ده كان يعني مردوده جواكم كان ايه؟ لا مردوده جوانا حاجه يعني، انا بقول لحضرتك ده حافز ان احنا نكمل مع بعض. احنا توقعنا ده؟ لا خالص، احنا عايزين البوست هي ده يعني بواقع مثلا شيء من السخريه، او ان هي تتنمر على نفسها وعليا قبل ما حد قبل يعمل ما حد يعمل ده. ده كان الهدف، ده كان الهدف من البوست مش اكتر ولا اقل. الموضوع لقيناه اتنقل نقله تانية خالص. زي ما حضرتك شفتي، بتقولي ان حضرتك شفتي في كومنتات حلوه، في كومنتات وحشه. لا وكل كل الجرايد انتوا شفتوا، انتوا صوركوا على كل الجرايد، على جميع وسائل او مواقع التواصل الاجتماعي. بني ادمين عاديين، في فنانين حاطين على فكره. يعني انا شفت البوست بتاعكم من عند حد عندي انا في الصفحه الشخصيه بتاعتي، فان انا حطاه لاني انا انا في المجال الفني، انا ممثله. انت ممثله؟ انا عارفه. واثر غطاسه على مستوى العالم من ضمن 6 افراد من قصار القمه والاقزام. لا لا واخد حاجه مش اي من حاجه فوق، فوق القفص. على وش القفص، واخد الحته اللي على وش القفص. اوعى بقى. طيب مقررين نعمل ايه؟ مقررين يعني نكمل ازاي؟ عندنا خطه لحياتنا، عندنا اهداف لحياتنا، عندنا حاجات مشتركه ابتدت تبان وتطلع مع شكل العلاقه، هننفذها، هنعملها، هنعمل ايه؟ انا طموحي في المجال بتاعي اني يعني انا ابقى حاجه تبقى حافز لغيري. يعني انا كممثله عايزه ابقى حاجه شامله، لان في كاركترات زيي عندهم موهبه مش بيطلعوا، بل بالعكس بيطلعوا للمسرح بيتسخر عليهم بس. يعني مجرد افيه، مجرد كوميديا، مجرد سخريه او استهزاء بس. يعني لما تطلعني في مسرحيه وتحدفني لدوت وتشيني لدوت كده، لا انا بمثل واخده جوائز واخده ممثله اولى واخده واخده. انا عندي حاجه عايزه اعمل. ليه لما اروح مثلا اعمل كاستنج في مكتب يقول لي لا لا الكاركتر ده مش مطلوب؟ طب هو انت جربتيني اصلا؟ فما جربتنيش، ليه ما اعملش فيلم وما اعملش مسلسل؟ اخد الفئه بتاعتي اللي منها يجي منها واعمل حافز، انا اطلعهم للاضاءه. ليه ما اعملش كده؟ ما انا روحت جامعه وروحت اتخطبت وبروح شغل وبشتغل، ما يعني موجوده زي اي حد طبيعي صحيح. في المجتمع. وانت اخوكي مثل في رايح المدام، رايح مدام وكده. اوكي. اكتر حاجه بتحبتها في ساره ايه؟ هو ما فيش حاجه معينه حبيتها فيها بصراحه، حبيتها لكل حاجه فيها. اشكرك بصراحه والله. صدقيني انا بتكلم بصراحه فعلا. صدق انا بقول لك حاول صدقي اللي هو بيقوله. استاذه رضا تقولي صدقك صدقك. لا لا صدقي اللي هو بيقوله ده. حاضر. اكتر حاجه عجبك في شخصيتها؟ اكتر حاجه عجباني في شخصيتها ان هي دايما باصه قدامها ومش مغروره. ساره واثقه في نفسها، مش مغروره. وانتي ساره اكتر حاجه عجبتك في محمد بيه؟ ثقته بيا وطيبه قلبه وتواضعه، وبني ادم بجد. انا عشت في فتره في حياتي عايشه بقالي كتير، فما شفتش الشخصيه دي بصراحه. اللهم بارك. الله اكبر. لو اتخانقتوا دي ممكن تبقى عين طايره حايره كده. لا لا ربنا حافظ بقى اي حاجه ان شاء الله باذن الله. انتوا نورتونا النهارده. خليكي مبسوطه قوي ان احنا معاكي. انا سمعت ان انت صوتك حلو. بعرف اقول شويه يعني. طب عايزه تقولي تقولي اي حاجه ولا عادي نقول؟ مش مالكش ليه؟ مش عايزه؟ بنات؟ بنات تقول؟ تقول حاجه؟ انتوا ليه قاطعين عليا وانا بكلمكم؟ يعني يا جماعه يعني بجد قولي قولي يا ستي. انا بقول كده واحد قولي تقولوا كده يلا. وجايه لك بسوق الدنيا، جايه لك وحشني ونفسي اقولها لك حبيبي في قلبي شايلالك غرام ما يجيش على بالك. ونويالك سنين العمر عيشها لك حبيبي، انا روحي رايحه لك
وبزعل بس بصفالك وتيبت نفسي سمحالك. شوف هتسليك كمان في البيت. لا ده انا مسليه جدا. فنانه شامله. خفيفه. هتخليها تتفرج عليها وبس بعد الجواز يا محمد خالص. اه اوعى اوعى تقطع الساتلايت عليها. لا لا خالص. لو قطع الساتلايت احنا بنطلع على الهوا في الستريم. انا هتلاقيني على باب المدينه. اوكي اوكي. هعمل شكوى. انتوا نورتونا النهارده. اللهم بارك. ربنا يبارك لكم. ربنا يخليك. اجعلها جوازه العمر. ولازم نفهم انه فتره الخطوبه دي بتبقى فترة اختبار. أكيد. وبتبقى فترة ألطف. فترة من الجواز. أنا مش قصدي كده. قصدي إن احنا لازم نعرف إن في الجواز هيحصل مشاكل، هنبقى مختلفين، حاجات جديدة هنكتشفها في بعض، فهنستحمل بعض. أكيد. اتفقنا؟ أكيد. أنا بقول كلمتين حلوين عشان تخليني أتفرج عليا. مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات. تقرير بسيط قد كده اهوت ونرجع ليكم من النهاية. وبس.